بعد موجة أمطار غزيرة سيول تنهي حياة طفلين في كركوك وتجتاح منازل المواطنين في عدد من المحافظات العراقية. البرلمان يفتح ملف عقود محطات توليد الكهرباء التركية ومطالبات بإدخال الانتربول على خط مكافحة الفساد. موازنة العام المقبل تستعد لتلقي آخر اللمسات الحكومية وترجيحات بدخولها بوابة التشريع مطلع العام المقبل. تتابعون في نشرتنا الصباحية أيضاً طهران تكثف انتشارها العسكري مع العراق وأردوغان يتعهد بإقامة حزام أمني على طول حدود بلاده الجنوبية. من العناوين إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. والبداية من السيولة التي اجتاحت عددا من المحافظات العراقية، إذ أعلنت قيادة شرطة كركوك العثور على جثتي الطفلين المنجرفين جراء السيول في المحافظة. معاون قائد شرطة كركوك اللواء علي مطشر أكد العثور على جثة الطفلين المنجرفين في السيول في منطقة قرية الحصار التابعة لناحية التون كوبري. إلى ذلك أشار قائد الشرطة إلى إجلاء جميع العوائل العالقة في قرية حصار جراء السيول ومن خلال التعاون مع فرق مديرية الدفاع المدني. هذا وتعرضت محافظة كركوك والمناطق القريبة منها لموجة أمطار غزيرة وسيول جارفة وسط استنفار خدمي كبير. مدير الموارد المائية في كركوك زكي السلامي ذكر أن ملاكات المديرية تتابع بشكل مستمر السيول الواردة عبر وديان الشور في ناحية ليليان، لافتا أن الملاكات تراقب السيول وتسهم بدفعها وفق المسارات باتجاه الوديان والمنخفضات بعيدا عن المناطق السكنية في ناحية ليليان باستخدام آليات مديريات الموارد المائية والصيانة. إلى ذلك حذرت حكومة كركوك المحلية الأهالي القاطنين في المناطق المحاذية لنهر الزاب من إمكانية حدوث سيول كبيرة. السلطة المحلية أعلنت عن اتخاذ إجراءات احترازية تضمنت وضع سواتر ترابية تمنع الفيضان في القرى القريبة من النهر مع استمرار موجة الأمطار الغزيرة في المحافظة. كما أشارت إلى أن مديرية المجاري تعمل على فتح الاختناقات وسحب مياه الأمطار في المناطق التي تشهد ارتفاع منسوب المياه. هذا واجتاحت سيول مياه الأمطار منازل المواطنين في ناحية جلولاء بمحافظة ديالى. وقال مراسل رابعة أن السيول اجتاحت عددا من المنازل في جلولاء بديالى، لافتا إلى أن فرق الإنقاذ باشرت بنقل العائلات إلى مناطق آمنة. وكانت محافظة ديالى قد شهدت موجة غزيرة من السيول من تلال حمرين نحو عدد من مناطقها. قالت وزارة الموارد المائية أن الأمطار التي هطلت في مؤخرة السدود ستتم الاستفادة منها في تعزيز الإطلاقات في نهري دجلة والفرات. المتحدث باسم الوزارة حاتم حميد قال أن وزارته تسعى للاستفادة من مياه الأمطار عن طريق إنجاز الخطة الزراعية الشتوية وكذلك إطلاق كميات جيدة في الأهوار وتحسين بيئة شط العرب، مشيرا إلى أن كمية المياه الناتجة عن الأمطار بسيطة وستزداد في الأيام القليلة المقبلة إذا ما استمر سقوط المطر. وفي سياق الخدمات المفقودة وبالتزامن مع الفيضانات والسيول التي تجتاح بعض المحافظات، يغيب الماء والكهرباء عن عشرات القرى في أطراف نينوى نتيجة الصراع بين الإقليم والمركز. فعلى الرغم من المتغيرات التي عصفت بالمناطق المختلف عليها إلا أنها أنهم لم يحصلوا على حقوقهم.
في أطراف محافظة نينوى تقبع عشرات القرى من دون كهرباء ولا ماء ولا خدمات. هذه القرى ضمن مادة 140 من الدستور تدفع ثمن الصراع بين الحكومتين المركزية والإقليم والإهمال من الحكومة المحلية في الموصل. وقد كانت هذه المناطق مهملة قبل عام 2003 وبعد التحرير، ولا تزال على حالها إهمال وتهميش ونسيان. يتوجب على الحكومة المركزية وحكومة الإقليم أن يتعاملوا في هذا الملف وتقديم الخدمات إلى جميع القرى في هذه المنطقة هي اللي تفصل بين المركز والإقليم، ولا سيما القرى الآن اللي وراء ساتر إقليم كردستان. هذه القرى بالذات على وجه التحديد هي محرومة من الخدمات بسبب هذه الازدواجية بالانتماء الإداري تارة للأقليم وتارة للمركز عندما يكون الحديث عن الخدمات. القرى ضمن المناطق الفاصلة بين أربيل ونينوى والتابعة إداريا لمحافظة نينوى، والتي تمتد على طول الشريط من زمار شمالا إلى ناحية نمرود جنوبا، ولم تخصص لهم أي موازنة لا من قبل الإقليم ولا المركز. هناك تقصير بإيصال الخدمات، كل حكومة تعتمد على الأخرى في إيصال الخدمات، والنتيجة الخاسر الأكبر هو الأهالي الذين يسكنون في هذه المناطق. هناك تقصير، هناك إهمال، وفي نفس الوقت الأهالي في هذا المناطق يحسون بالغبن. لذلك لابد من وضع آلية مناسبة لهذه القرى. هناك إهمال للواقع الخدمي، العديد من المشاريع الإلمائية يكون حرمان لهذه القرى والسكان، وهم يعني هذه القرى لديها الكثير من الشهداء في حرب مع داعش، وهم يستحقون التضحية ويستحقون تقديم الخدمات. وعلى الرغم من الأحداث والمتغيرات التي عصفت بالمناطق المتنازع عليها، إلا أنهم لم يحصلوا على استحقاقهم في المنظومة الإدارية للمدينة، منتقدين تهميشهم في إدارة مؤسسات المحافظة. سنوات من التحرير إلى الآن، آثار الدمار والخراب في المناطق المتنازعة لا تزال شاهدة على الإهمال الحكومي لهم، وسط تساؤلات عن الأسباب التي تقف وراء هذا الواقع. لقناة الرابعة محمد الشبكي، الموصل. قال رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني أن العراق يسعى إلى إقامة علاقة متوازنة مع محيطه الإقليمي والدولي، بما يحفظ سيادته الوطنية ويدعم استقرار المنطقة وأمنها. السوداني خلال لقائه وفدا للكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور مارك تانغو بحث سير مجريات الحرب على الإرهاب وأداء القوات العراقية في ملاحقة فلول داعش الإرهابية، كما تمت مناقشة تعزيز العلاقات والشراكة وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون في مواجهة التغيرات المناخية وجهود مواجهة شح المياه. طالب النائب عن تيار الحكمة علي البنداوي بتفعيل العلاقات مع الدول والإنتربول للقبض على المتهمين بسرقة القرن وهدر المال العام. وقال البنداوي إن التحقيقات جارية بملف سرقة القرن، وسيكون هناك عدد كبير من كبار الفاسدين المتهمين بسرقة القرن خلف القضبان، مؤكدا أن على الحكومة والبرلمان ملاحقة الفاسدين المتهمين بسرقة القرن لأخذ أقصى العقوبات. كشف النائب فالح الخزعلي عن ملف فساد بشراء محولات كهرباء تركية. الخزعلي أشار إلى أنه تم فتح التحقيق في 8000 محولة كهربائية مستوردة من تركيا فاشلة في الفحص، مبينا أن سعر المحولة 6000 دولار وتم تسعيرها ب9000 دولار، فيما أشار إلى أن ملفات الفساد في الكهرباء هي التحدي الحقيقي أمام مصداقية الحكومة ووزير الكهرباء خاصة.
أكدت اللجنة المالية النيابية أن موازنة 2023 ستصل إلى البرلمان بداية العام المقبل، مرجحة أن تصل قيمتها إلى 150 تريليون دينار. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي أن موازنة العام المقبل ستترجم البرنامج الحكومي في ملفات الصحة والكهرباء ودعم ملف الحماية الاجتماعية والجانبين الاستثماري والعمراني وتطوير البنية التحتية، مشددا على وجوب اعتماد سعر معقول لبرميل النفط يأخذ بالاعتبار احتمالية هبوط الأسعار عالمية. مئة وخمسون تريليون دينار تقريبا، هذا هو الحجم المالي المتوقع رصده لموازنة العام المقبل. فقرات تنتشر بشكل شعاعي لتشمل مجمل الملفات العالقة التي تنتظر تمرير مشروع القانون الذي بدأت تلوح في أفقه بعض المعرقلات التي باتت روتينا إجباريا يجب أن يمر عليها القانون مع كل مرة يطرح فيها. بحجم لن يقل عن 150 تريليون دينار تتسع حدود الموازنة المالية، مسودة حكومية قيد التعديل وفصل تشريعي أبعد مسافة التعطيل. ومع ذلك تتراجع إمكانية الحكومة في إنجاز مسودة قانون الموازنة خلال هذه الفترة التي مددت بها رئاسة البرلمان من فصلها التشريعي بسبب استمرار المؤسسات برسم أرقام هذا القانون. ترجيحات نيابية بتأخر وصولها حتى مطلع العام المقبل وإتمام إقرارها في الربع الأول منه. يعني السيد محمد شاع السوداني يعني كحكومة يعملون بالوقت الحاضر على إكمال الموازنة وإرسالها لمجلس النواب. كنا أعتقد أنه على بداية السنة الجديدة ستصل الموازنة إلى مجلس النواب، مجلس النواب سيذهب باتجاه عطلة الفصل التشريعي شهر يعني نهاية سنة 22، وبالتأكيد على بداية العام المقبل إن شاء الله ستأتي الموازنة من الحكومة وسيكون مجلس النواب عازم على إقرارها قبل يعني في الربع الأول من العام 23. ملف تبدي في حكومة السودانية اهتماما بالغا بما يتناسب مع الحاجة الاقتصادية. وجهت مؤخرا وزارتي المالية والتخطيط لإكمال مسودة مشروع قانون الموازنة بما يتطابق مع البرنامج الحكومي على أن يشمل مجالات استثمارية بنسب أكبر مما كانت عليه في الموازنات السابقة، مع توسعة في الأموال المخصصة لتنمية الأقاليم. أكو اتجاهين، اتجاه اجتماعي واحتياجات اجتماعية وخدمات يعني تصدي للفقر والبطالة، واتجاهنا هو التنمية وتنويع الاقتصاد العراقي يعني من خلال إنشاء صندوق أجيال لاستثمار الفوائض وصناديق تنمية تستهدف المناطق المحرومة والفقيرة. تقريبا اتجاهات تنمية واضحة، اتجاهات اجتماعية واتجاهات تنموية في هذه الموازنة. وفي خضم المؤشرة على تعافي أسعار النفط عالميا، تدفع اللجنة المالية على تثبيت سعر 75 دولار للبرميل الواحد في موازنة عام 2023 لتحقيق متسع من الفوارق تساعد في تجاوز أزمة الهبوط المفاجئ. مصطفى الوش، الرابعة، بغداد. كشفت لجنة النفط والغاز النيابية عن إمكانية تصدير الغاز من مصفى كربلاء، فيما أشارت إلى أن مصفى كربلاء سيوفر نحو 60% من الكميات المستوردة. نائب رئيس اللجنة علي المشكور قال أن الاكتفاء الذاتي من الغاز لن يتحقق إلا بوجود مشاريع كبرى بعد إطلاق جولة تراخيص الإنتاج الكميات المطلوبة بدلا من استيرادها، مضيفا أن الكميات التي تستورد من إيران أو من قطر أو حتى من باقي الدول من الممكن تغطيتها بتشغيل بعض المعامل أو المصافي الموجودة بسهولة. دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم لمنح المحافظات حصتها من البترودولار والمنافذ تعويضا عما يلحقها من آثار بيئية. وشدد الحكيم في بيان أصدره على خلفية لقائه عددا من المحافظين على ضرورة الموازنة بين المشاريع الاستراتيجية والخدمات التي يحتاجها المواطن العراقي، لافتا إلى أهمية التعاون بين الوزارات وإدارات المحافظات بهدف النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي.
كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن توجه حكومي لبناء وحدات سكنية واطئة الكلفة وتوفير قروض مسيرة ميسرة. المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد قال أن السوداني وجه بأكثر من مناسبة نحو توفير الخدمات والإعمار لمحافظات العراق كافة وبناء وحدات سكنية واطئة الكلفة للتقليل من الفقر ومساعدة الطبقات الفقيرة، فضلا عن إيجاد البدائل عن العشوائيات بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية، مبينا أن المشروع سيحقق فائدة مالية حقيقية من ناحية قلة التكاليف وسرعة الإنجاز. أصدر قرر القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تشكيل لجنة برئاسة وعضوية عدد من الضباط المسؤولين في وزارة الدفاع، وذلك لمتابعة أحوال المقاتلين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. مكتب السوداني أوضح في بيان أن اللجنة ستباشر مهامها في تدقيق أرزاق المقاتلين من خلال القيام بزيارات مفاجئة وفي مختلف الأوقات والتعرف على ظروف عملهم عن كثب، إضافة إلى مراقبة أعداد الحمايات للضباط من رتبة مقدم فما فوق ورصد الظواهر السلبية التي تسيء إلى سمعة القوات المسلحة والعناصر المسيئة أثناء الواجب وخارجه وفي جميع التشكيلات وقيادات العمليات والمقرات بمختلف مسمياتها. من جانبه أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أن التوجيهات التي يصدرها القائد العام تهدف إلى الإصلاح في المؤسسة الأمنية. رسول ذكر أن الإجراءات المتخذة تليق بتاريخ القوات الأمنية والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها، مشددا على أهمية تضافر الجهود من أجل الوقوف مع القوات الأمنية التي كانت وما زالت عنوانا للشجاعة والفداء. أثارت قضية تنصيب قائد للشرطة جديد في محافظة واسط ضجة في المحافظة بين مؤيد ورافض، إذ يربط المعارضون للقائد الجديد بين عمليات اعتقال طالت ناشطين في المحافظة وعمليات تضييق في السيطرات وبين السياسة التي يريد انتهاجها في إدارة الملف الأمني في المحافظة. بعد 3 أيام من تنصيبه فقط، ضجت الأوساط في مدينة الكوض ضد قائد الشرطة الجديد في محافظتهم. الضابط الذي قدم من خارج واسط أطبق على وسائل الإعلام من التواصل مع القيادة وضيق حركتهم، ما دفعهم للبث الشكوى. هل محافظة واسط عقيمة أن تنجب قائد شرطة حتى تأتي بقائد شرطة من خارج المحافظة؟ كل قادة الشرطة اللي استلموا قيادة واسط فتحوا أبوابهم أمام الجميع، أمام أعيان واسط، أمام الصحفيين، الفنانين، حتى يعرفون طبيعة المحافظة ذا من خارج المدينة. لكن هذا القائد في أول يوم من تسلمه أغلق الأبواب أمام الجميع، لم يستقبل الصحفيين. منذ يومين منذ تسلمه ونحن نواجه صعوبات في العمل، هناك مضايقات على المراسلين الفضائيات وعلى الصحفيين، وكما تقول الشرطة أنه توجيه من قائد شرطة واسط. تنصيب قائد الشرطة الجديد تزامن مع اعتقال القوات الأمنية أحد الناشطين ويعد الأبرز في واسط، وتشديد الإجراءات الأمنية التي أثرت على حركة الناس وتسببت بزحامات خنقة دون مبرر بحسب مواطنين وناشطين. أنه أول ما وطأت قدمه محافظة واسط قام باعتقال أحد الناشطين البارزين من دون أي إنذار سابق، من دون أي تبليغ، وهذا يعتبر خرق قانوني. فبالتالي احنا كحراك شعبي، كمواطنين، كأهالي واسط، راح نقوم بتظاهرة شعبية حاشدة يوم الجمعة. اليوم نشاهد عسكرة المدينة ومجرد نشاطات، وهناك نشاطات بنفس الوقت تسبب الأذى للمواطن، لا مجرد نشاط على حساب أذية المواطن. اليوم احنا نريد بسط الأمن وتطبيق النظام والقانون على الجميع. وقد توعدت أوساط ناشطة في مدينة الكوت بالنزول إلى الشارع والتنديد بإجراءات قائد الشرطة الجديد، الأمر الذي قد يعود بالمحافظة لمربعيها الأول. سجاد العطية، الرابعة، واسط.
أعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد باكبور إرسال وحدات مدرعة وقوات خاصة إلى مناطق حدودية مع العراق. وقال الجنرال محمد باكبور أن بعض الوحدات المدرعة والقوات الخاصة التابعة للقوات البرية الإيرانية استقرت في المحافظات الحدودية مع العراق بهدف منع تسلل عناصر الجماعات الانفصالية المتمركزة في مناطق شمالي العراق. واستهدف الحرس الثوري مرتين منذ الأحد بالصواريخ والمسيرات المفخخة قواعد تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية في كردستان العراق. هذا وقتل 3 جنود من الجيش التركي وأصيب رابع في هجوم نفذه حزب العمال الكردستاني على قوة للجيش التركي في شمال العراق. بيان لوزارة الدفاع التركية ذكر أن الهجوم وقع في منطقة العملية العسكرية التي ينفذها الجيش شمالي العراق، مشيرة إلى نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج. هذا وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد عزم بلاده على إقامة حزام أمني خلف الحدود التركية شمال سوريا والعراق. وقال أردوغان أن تركيا ستواصل نضالها دون توقف، ولا يحق لأحد أن ينتظر منها التسامح مع الإرهابيين. وتعهد أردوغان بمحاسبة من سماهم قتلة الأطفال. وأضاف أن الهجمات الأخيرة أسفرت عن مقتل 8 مواطنين أتراك، بينهم معلمتان و3 أطفال. بعد سنوات على تحرير مناطقهم من الإرهاب، لا يزال عدد كبير من النازحين يفترشون المخيمات في صلاح الدين بلا مأوى أمام أنظار المسؤولين. 8 سنوات هو عمر هذه الخيمة التي يعيش فيها العم أبو مثنى مع عائلته كنازح شردا من منطقته منذ عام 2014، فألم عدم تمكنه من إصلاح ما أصاب خيمته من تمزق وتهالك لم يكن أهون عليه من ألم التهجير والتشرد بعيدا عن الديار. هاي مو عيشة، بلكن الحكومة الجديدة ترتفع على حالنا وشوف حالنا شنو. وهاي الخيمة، هاي الخيمة، شوف هاي الخيمة قدام عينك، هاي الخيمة ما تأوي لا حيوان ولا غير حيوان. إيه بس إحنا هاي صار لنا 6 سنين 7 سنين وهاي 8 من المخيم مسحاقي اللي جاء بالمحطة مع البلد. وعلى الرغم من مرارة ما يعيشه العم أبو مثنى، إلا إن تأملات العيش مستقرا في داره لم تغب عن أذهانه. حال أبو مثنى لم يختلف عن حال العشرات في مخيم النازحين بمحافظة صلاح الدين، والذين يتمنون العودة لديارهم والخلاص من معاناتهم. فلا تزال هذه المخيمات في المناطق المحررة تحتضن العوائل النازحة التي تعاني من عيشهم في ظروف صعبة، سيما مع قدوم البرد وأجواء المطر التي تخترق خيامهم المتهالكة وسط تفرج المسؤولين. صار لنا 7 سنوات احنا عايشين يعني بهالخيام، لا حد جانا لا حد شافنا، يعني شقلك لا مسؤول مرنا لا قال هذول شنو، ليش ما يعني نأمن لهم دار يقعدون، ليش ما نساعدهم، ماكو مساعده. كل يوم من مطرت فضنا ومعاناتنا، وشوفوا هاي الخيمه حاطتها مطبخ ووزعوا كرفانات ومطابخ وما انطوني والله العظيم. ولا الجان تجي من هان تطلع تفتر من هان، ما حد يجي علينا ولا حد يساعدنا، وانا عادم كبير مريضه وزوجي مريض. وتبقى مشكله النازحين تتجدد كل عام دون تحرك الجهات الحكوميه لحلها او انهاء وجودها. محمد عادل ربيعي، الرابعه، صلاح الدين. مؤتمر دولي هو الخامس من نوعه في بغداد، أقامته نقابة أطباء الأسنان بحضور شركات مختصة لتبادل الخبرات المعرفية حول الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة، فيما ضم المؤتمر وفودا من مختلف الدول العالمية وورشا عرضت كل ما هو جديد في التكنولوجيا الحديثة.
تظاهرة علمية سنوية من حيث عدد الحضور والشركات العالمية المشاركة، يشهدها مؤتمر الدكتور رافع الجبوري الدولي الخامس، وهو من المؤتمرات العلمية المهمة والتي تشهد حضور محاضرين على مستويات عالمية ومن أغلب أنحاء العالم لتقديم المحاضرات في هذا المؤتمر والكورسات الطبية. هذا المؤتمر متميز بعدد الشركات المشاركة، جميع الشركات شركات عالمية تعرض آخر مستلزمات وتقنيات طب الأسنان، وأيضا يشارك معنا أكثر من 2000 طبيب أسنان ومحاضرين أجانب وعرب وعراقيين، وأيضا يقام على هامش المؤتمر ورش عمل في مختلف مجالات طب الأسنان. هذا المؤتمر فيه أهمية أنه يقدم لنا معلومات جديدة حتى أطباءنا بالعراقي واكبون اللي واصل له بدول العالم من علم من إمكانيات من أجهزة من كتابات بحوث، وأيضا حتى نشوف العالم أكو حضور دولي كبير هذه السنة. المؤتمر الدولي الخامس هذا الذي يقيمه نقابة أطباء الأسنان يشهد أيضا حضور شركات عالمية مختصة في طب الأسنان، وبما يمكن أطباء هذا المجال من التعرف على الأجهزة والتقنيات الطبية العالمية المستخدمة. ويوفر هذا المؤتمر والمعرض المقام على هامش في تطوير عمل طبيب الأسنان في العراق. المنتجات المعروضة اليوم هي حقيقة تفوق لما يقدم العالم كله من أحدث التقنيات الموجودة من حيث المواد ومن حيث الأجهزة اللي هي تخدم تطور طبيب الأسنان العراقي على المستوى العالمي اللي يرتقي به لأحدث التقنيات استخداماته في عياداته وفي تطبيقاته اليومية. ويضم هذا المؤتمر العلمي وفودا عربية ودولية وفعاليات علمية تخصصية وورش عمل، ويعرض فيه كل ما هو جديد وأبرز ما توصلت إليه النتاجات العلمية والتكنولوجية التخصصية في مجال طب الأسنان. وتسهم المحاضرات العلمية والورش التدريبية التي تقدم في المؤتمر بتطوير القدرات المهنية لطبيب الأسنان لتمكنه من الارتقاء بعمله وتقديم خدمات علاجية ممتازة. من بغداد حيدر نصيف، قناة الرابعة. أخيرا في نشرتنا لهذه الساعة، تحدية كبيرة تواجهها نقابة المحامين فيما يتعلق بإعادة تأهيل الخريجين لأداء مهامهم نظرا لتزايد أعدادهم بصورة كبيرة. نقابة المحامين تقيم دورة تطويرية للمحامين وطالبي الانتماء. عام بعد عام يزداد أعداد المتخرجين من قسم القانون سنويا من الكليات الحكومية والأهلية ليتوجهوا بعدها إلى نقاباتهم لاستحصال الموافقات الرسمية لبدء مرافعاتهم داخل المحاكم، إلا أن هذه الأعداد المتزايدة باتت تشكل تحديا أمام النقابة لتأهيلهم لأداء مهامهم في المحكمة. قررنا كمجلس المحامي أن يكون هناك بعد التخرج دورات تطويرية، وهذه الدورة التطويرية الغاية منها التمكين العلمي للمحامي اللي اعتبرناه هدف جوهري، وبالتالي نعطيهم محاضرات من أساتذة وقضاة وتدريسيين. ولتطوير مهارات المحامين الطالبين للانتماء عملت نقابتهم على بدء دورات تطويرية تختص بالجانب التطبيقي في المحاكم، ويحاضر فيها عدد من القضاة المختصين لغرض إيصال بنود القانون والعمل على اختبارهم قبل حصولهم على الانتماء. تعرف أغلبية الكليات سواء كليات حكومية أو كليات أهلية يعلمهم الشيء النظري وليس الشيء العملي فقط، يعني مستبعد الشيء العملي فيها، فاضطررنا إلى عمل هذه الدورات لغرض كسب الثقافة والخبرة في مجال المرافعات وفي مجال الخبرة القانونية حتى دخولهم إلى مجال المحكمة. والله ساعدني في تنمية وتطوير مهارتي، يعني أنا كطالبة جديدة لهذا الانتماء وأخذ فد معلومات من أساتذتي المحامين والقضاة تنمية إلي، لأن باكر فد ورانا اختبار وامتحانات فلازم نهيئ نفسنا. وتستمر هذه الدورات لاستقطاب أكبر عدد من طالبي الانتماء للنقابة،
بقية الاستعداد لنيلهم الثقة للمرافعة في مختلف القضايا. زيد الشهيب، الرابعة، بابل. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. بعد موجة أمطار غزيرة، السيول تنهي حياة طفلين في كركوك وتجتاح منازل المواطنين في عدد من المحافظات العراقية. البرلمان يفتح ملف عقود محطات توليد الكهرباء التركية ومطالبات بإدخال الانتربول على خط مكافحة الفساد. موازنة العام المقبل تستعد لتلقي آخر اللمسات الحكومية، وترجيحات بدخولها بوابة التشريع مطلع العام المقبل. تابعتم أيضا في نشرتنا، طهران تكثف انتشارها العسكري مع العراق، وأردوغان يتعهد بإقامة حزام أمني على طول حدود بلاده الجنوبية. إذن مشاهدينا الكرام، للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملحوظات حول نشراتنا، زورونا على موقع القناة الرابعة دوت تي في، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، تيليجرام، تويتر، سناب شات، وتيك توك. شكرا لكم لكرم وطيب المتابعة، وإلى اللقاء.